اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دايما بنبدأ بس نبدأ في اليونت اللي معانا اليونت 15 لسن 1 2 new vocab new vocab القاعدة اللي عندنا طبعا ندخل على الجرامر اللي عندنا في لسون الدرس الثاني نبدا في اليونت اللي معانا اليونت 15 ليسون 1 2 نيو فوكاب النيو فوكاب القاعدة اللي عندنا طبعا ندخل على الجرامر اللي عندنا في لسون 2 الدرس الثاني نبدا في اليونت اللي معانا ليونت 15 ليسون 1 تو نيو فوكاب نيو فوكاب القاعدة اللي عندنا طبعا ندخل على الجرامر اللي عندنا في لسون الدرس الثاني اتمنى التوفيق للجميع وطبعا ده زي ما انا قلت ده الامتحان او المراجعه اللي نزل في اليوم السابع اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2020 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته